أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة الدفاع المدني. أعزائي المشاهدين، أقيمت دورة تدريبية أساسية للمنتسبين العقود المعينين حديثا في مقر فريق البحث والإنقاذ بمنطقة اليرموك التابعة إلى مقر مديرية الدفاع المدني، حيث تم إشراكهم في دورات تخصصية ضمن مجال عمل الدفاع المدني تضمنت عمليات الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية. نتابع معكم تفاصيل الدورة في سياق تقريرنا التالي. حرصاً من مديرية الدفاع المدني على نقل الخبرات إلى المنتسبين العقود المعينين حديثاً من خلال إشراكهم في دورات تخصصية ضمن مجال عمل الدفاع المدني من عمليات الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية، بهدف تطوير القدرات ورفع الإمكانات العلمية التخصصية، إضافة إلى رفع اللياقة البدنية التي يجب أن يتحلى بها منتسب الدفاع المدني للقيام بواجباته على أتم وجه. استقبل فريق البحث والإنقاذ العراقي المتطوعين الجدد الوجبة الثالثة لمدة شهر كامل حسب المنهاج الذي تم إعداده من قبل مديرية الدفاع المدني معاونية شؤون التدريب للمقر العام. خلال هذا الشهر سيتم تدريب المتطوعين الجدد على عمليات الإسعافات الأولية وعمليات البحث والإنقاذ لاستخراج المصابين والأحياء والجثث من تحت الإنقاذ. والدرس الثالث سيكون لهم أو الوجبة الثالثة ستكون لهم في عمليات الأطفاء وعمليات إنقاذ عمليات إخماد الحرائق بمختلف أنواعها. خلال هذه الفترة سيتم زج الفريق أو المتطوعين الجدد مع فريق البحث والإنقاذ العراقي ليكتسبوا الخبرات ليكونوا القوة الضاربة للدفاع المدني. حسب توجيه السيد وزير الداخلية المحترم وإشراف ميداني من قبل مدير الدفاع المدني المحترم، تم افتتاح دورة العقود المتطوعين الجدد ضمن دورات اختصاصية مجال الدفاع المدني لغرض زج دماء جديدة ضمن المؤسسة. هذه الدورات تتضمن الإسعافات الأولية، عمليات الإنقاذ، عمليات الإطفاء، أيضا تدريب العسكري والبدني ضمن فريق البحث والإنقاذ العراقي. تم استقبال المتطوعين الجدد في مقر فريق البحث والإنقاذ العراقي لغرض زجهم في دورات تخصصية تخص الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية لغرض ديمومة عمل مراكز الدفاع المدني. حيث أقيمت دورة تدريبية أساسية للمنتسبين العقود المعينين حديثاً في مقر فريق البحث والإنقاذ بمنطقة اليرموك التابع إلى مديرية الدفاع المدني بإشراف ضباط أكفاء في مجال البحث والإنقاذ كان لهم باع طويل بالتعامل مع الحوادث المختلفة طيلة السنوات السابقة داخل العراق وخارجه، كان آخرها مساعدة الجانب التركي للبحث عن الناجين من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم مدير الدفاع المدني البحث والإنقاذ، تدربنا على الإسعافات الأولية والإنقاذ، وتدربنا احنا للبحث عن المفقودين والجثث والحالات الطارئة، واحنا شعبة إنقاذ. اليوم في تدريبات دفاع المدني، تدربنا على الإسعافات الأولية والأطفاء والبحث والإنقاذ على الأشخاص المصابين والجثث، ونكون إن شاء الله في حسن ظن قادتنا وشعبنا. إحنا الآن في دورة العقود الثالثة في مديرية الدفاع المدني، تعلمنا من الدورة الأطفاء والإسعافات الأولية والبحث والإنقاذ. احنا تلقينا تدريبات على الاداء المهمات مثل الحريق بالاطفاء ورفع الانقاض
وأداء المهمة بكل المساعدة. اليوم احنا الدفاع المدني يرمز له رمز انه الإنسانية. احنا دورة العقود الثالثة في مديرية الدفاع المدني وخصوصا فريق البحث والإنقاذ العراقي، تعلمنا في هذه الدورة البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية وأطفاء الحرائق. كما دأبت مديرية الدفاع المدني على تنفيذ الدورات التطويرية للضباط والمنتسبين بين الحين والآخر بهدف صقل وتبادل الخبرات والمحافظة على المستوى العالي المطلوب من اللياقة البدنية، باعتبار الدفاع المدني المستجيب الأول بالتعامل مع الحوادث المختلفة والمعني بالحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين. في ختام الدورة ثمنت مديرية الدفاع المدني وقدمت شكرها إلى السفارة الفرنسية وكوادرها من المدربين لتعاونهم في إقامة الدورات التطويرية لمنتسبيها في مجال عملها. بعدها تم تقديم الشهادات للضباط المشاركين في دورة الإسعافات الأولية. أعزائي المشاهدين، حرصاً من مديرية الدفاع المدني على التواصل مع شريحة الطلبة من خلال إقامة المحاضرات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أقيمت محاضرة علمية توعوية في جامعة بغداد كلية طب الكندي بهدف التعرف بمهام المستجيب الأول للحدث وواجبات فرق الحماية الذاتية وتطبيق خطط الطوارئ. نتابع معاً تفاصيل أدق في سياق هذا التقرير. إيماناً من مديرية الدفاع المدني بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوابعها في الجامعات والكليات والمعاهد، أقامت مديرية الدفاع المدني محاضرة توعوية إرشادية في مجال السلامة المدنية داخل جامعة بغداد كلية طب الكندي بحضور الكوادر التدريسية وعدد من طلبة الكلية. اليوم احنا بهاي الكلية، كلية الطب، تحتوي على 4 بنايات، كل بناية تختلف موجودها عن موجودها من الموظفين عن البناية الأخرى. هنا صلاحية رئيس الدائرة أو رئيس القسم المعني يشكل فرق الحماية الذاتية بالأعداد اللي يشوفها مناسبة. هذه الفرق كل وحدة لها اختصاصها، قلنا تجي على الفرقة الأولى فرقة الإطفاء، اللي بعدها فرقة الإنقاذ والتعمير، اللي بعدها فرقة الإسعافات الأولية، وفرقة الإنذار والاتصالات، وفرقة التعتيم، وفرقة الملاجئ، وفرقة حفظ الأمن والنظام. هذه الفرق هي كلها عملها جماعي، مسؤوليتها أنه معالجة الحالات الطارئة مثل ما قلنا تقلبها، ومن بعد التقليب ترفع مسمار الأمان. هنا أنا هسه هي فعالة ما عدا الضغط، بس الضغطة تشتغل ترفع الخرطوم المطفئة وتوجهها على قاعدة اللهب، لا لي فوق على نهاية اللهب ولا لي جوا على القاع، لا على قاعدة اللهب وتبقى. هاي طبعا كلش مهمة، لكن احنا ما نشير لها ليش؟ لأنه مواقع الحوادث ما بدها حكمك، فأنت تضطر، فما نريد ندوخكم بيها انه تاخذ اتجاهك وهي اتجاه الريح، يعني على مود لا ترجع عليك النار ولا يرجع عليك الدخان. اليوم في كلية طب الكندي بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بإلقاء محاضرات جدا قيمة إلى موظفينا وإلى طلابنا في الكلية بالتعامل مع الحوادث ومع الحريق وكيفية استخدام المطافئ وكيفية الإخلاء المباني في الكلية وفي دوار الدولة وفي الدور السكنية، إضافة إلى الإخلاء في الحوادث البيئية أو الحوادث الكوارث الطبيعية اللي تحدث في العالم، مع عرض بعض الفيديوهات المهمة عن كيفية الإخلاء وعن كيفية استخدام المطافئ الحريق بأنواعها، سواء كانت
غاز ثاني اكسيد الكربون او الفوم او البودر. نشكر تلبيه مديريه الدفاع المدني على القائها المحاضره القيمه لتوجيهات وسائل الدفاع المدني، واللي بالتالي طبعا راح تنصب في الاهميه اللي راح يكتسبها جميع المواطنين وجميع بالنسبه للموظفين والمنتسبين في الكليه، وكذلك ايضا ننقلها لاهلنا وعوائلنا، وان شاء الله نتمنى انه تتكرر هذه المحاضرات بشكل ميداني وبشكل تطبيقي حتى تكون الاستفاده منها اكثر. احنا دائما يعني تعاون ويا دوائر الدوله كلها ضمن برنامج تقدم الى الدفاع المدني من بدايه السنه، تعد على كل دوائر الدوله والمشاريع المختلفه لكل الاصناف هي اجراء الكشوفات مرتين بالسنه، اجراء دورات تدريبيه، اقامه دورات تدريبيه، واجراء ممارسات موقعيه. لكن يجوز يعني يمرون بالدفاع المدني بالكليه، صحيح ولا لا؟ يمرون اكثر من ذلك، لكن مو كل الحضور يتغطى، يعني احنا اليوم قاعدين هسه احنا 60 70 شخص، هو هذا كل موجود بالكليه؟ مو كل موجود بالكليه. انتم اخذتوا معلومه مثلا الباقي ما ماخذ، صحيح ولا لا؟ فما تقدر تغطي كل الموضوع المحاضره او يعني عدد الطلاب. التغطيه تكون على شكل يعني مراحل. بالنسبه كموظف بدائره كليه الطب الكندي، استفادنا من هذه المحاضره اولا بالتنبيهات اللي حثت وبعض الملاحظات اللي ازيد الموظفين او الطلبه غير مستعدين او غير عندهم معلومات كافيه بخصوص الطفايات، ابسط اجراءات استخدام الطفايات. فنشكر الجميع، نشكر الجميع ومؤسسه كليه الطب الكندي ومن قام بهذه المؤسسه وبهذه المحاضره المهمه جدا. انا قلت لك كموظف بعض الامور كانت بعيدة عنا. أنا من الناس اللي أتابع برامجهم على العراقية، يطلع بانتظام الحقيقة تقريبا، والمعلومات الحقيقة اللي قدموها أغلب الطلبة على الرغم أنهم من الأوائل بالطبية لكن ما عندهم علم بيها، والتفاعل كان ممتاز من قبلهم والاستجابة كانت طيبة، ونشكر جهودهم. وأيضا واعدون أنه مستقبلا راح يجون ويقدمون تطبيق عملي لكل حالات الإنقاذ. تمت اليوم إلقاء محاضرة جيدة وجميلة جدا وكفوءة من قبل مديرية الدفاع المدني جنوب الرصافة بالتنسيق مع كلية طب الكندي جامعة بغداد. كانت محاضرة جدا قيمة، تم إلقاء معلومات جدا قيمة وجميلة من قبل العميد والعقيد الحاضرين. تكلمت المحاضرة الأولى عن كيفية العمل مع الحرائق داخل المناطق داخل الأماكن المغلقة، والمحاضرة الثانية كانت عن عملية الإخلاء، قدمها العميد والعقيد من مديرية الدفاع المدني مشكورين. حيث تم إلقاء محاضرة توضح قانون الدفاع المدني والمهام والواجبات التي تقع على هذه المديرية وفق المواد القانونية ودور فرق الحماية الذاتية لمؤسسات الدولة وأهميتها. كذلك تم إلقاء محاضرة في مجال الإنقاذ وكيفية استخدام مطفئة الحريق وأنواعها مع تبيان أهمية تنفيذ الممارسات التدريبية الخاصة بأعمال الإخلاء من المباني في حالات الطوارئ، مع عرض مقاطع تعليمية توضيحية أعدتها مديرية الدفاع المدني. في الختام ثمن الكادر التدريسي للكلية والطلبة الحاضرين تلك المحاضرات العلمية وأهميتها في نشر الوعي الوقائي بين شرائح المجتمع من خلال اتباع الطرق الصحية بالتعامل مع الحوادث المختلفة في الحالات الطارئة، مثمنين جهود مديرية الدفاع المدني بحماية المواطنين وممتلكاتهم. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي وصلى الله على محمد وآله وسلم.
مشاهدينا، أجرت مديرية دفاع مدني بغداد الكرخ كشفا موقعيا لعدد من فنادق العاصمة بغداد وضمن مدينة الكاظمية المقدسة لفحص منظومات الإنذار المبكر عن الحرائق، مع متابعة مدى جاهزية مستوى تدريب العاملين في الفندق وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أجرت مديرية الدفاع المدني بغداد الكرخ حملة كشوفات واسعة في مدينة الكاظمية المقدسة، تضمنت إجراءات الوقاية والسلامة الواجب أن تتوفر في المنشئة والدوائر والمؤسسات المختلفة والفنادق السياحية والأسواق التجارية، وحسب المادة 11 الفقرة 6 من قانون الدفاع المدني المرقم 44 لعام 2013، والمتضمنة إجراء الكشوفات الموقعية للمتطلبات للدفاع المدني والسلامة الصناعية. أعزائي المشاهدين، احنا مستمرين في جولتنا في مدينة الكاظمية، واحنا اليوم في فندق احد الفنادق. شلون صحه اكيد بسام ضابط مجلس دفاع مدني الكاظمية حبيبي الشرف فدوه قلبك، احنا انت الشرف. احنا طبعا اليوم طالعين كشف الاعتيادي على الفنادق، بس احنا ما طالع لكم، هاي اول مره نطلع كشف، يعني مو متابعه كشف. او ايش قد كم طابق البنايه هنا عندك؟ 8 طوابق. ايش قد عدد عاملين الموجودين هنا؟ 17 عامل اللي ويا حضرتك ويا اللي تمام. عشان نبدي جولتنا بالفندق اذا ما عندك شيء شوف منو اللي يجي. يعني انت الشرف حبيبي، انت بارك الله بك محي اصلك. شوف هسه احنا اكو متحسسات، اكو اشارات على كل باب غرفه. هذا انه اكو مشكله بداخلها، ينطل المصباح، ينطل المنظومه عشان نتنبه عليه، نتوجه له مباشره عليه. يعني هو يحدد لنا اي غرفه واي رقم واي اتجاه بيها نتوجه عليه. بس بقت عندي، يعني احنا من بدينا الفحص لحد الان ما شفنا لوحات الاسترشاد هذه اللي بالضبط، انه مثلا في حاله انه انطفت العلامه بالضبط، علامات الدلاله اللي توصلك الى سلم الطوارئ. اكيد سلالم الطوارئ موجوده هنا بالفندق باجراءات السلامه والدفاع المدني. اذا صار عندك حادث حريق او احترقت عندك مثلا الدهن اشتغل عندي الدهن انا دغري غلك الصوندة مال الدهن وجيب الشرشف حطه على الدهن مباشرة. يعني شو سوي العملية؟ يسكر الأكسجين عنه. ها غلق. غلق هذا. أو جيب قبق حطه على. قبق هذا. يعني هو من ذلك أنه يسكر الأكسجين. خلص هو قطع الإمداد عن النار. من قطع الأكسجين عن النار خلص هو فاهم، بس ما جاي يوصل لك المعلومة. يلا يعني معلومة إن شاء الله. إحنا أنت هم أنت في بلدك في العراق، أنت في سوريا، أهلا وسهلا بك. إحنا هذا الشيء حلو، الأكلات السورية تطبخ أنت بالعراق؟ الأكلات السورية نطبخ العراقي والسوري، تعلمنا منكم الطبخات العراقية زين. يا الأكل السوري أفضل لو العراقي؟ الصراحة هلا اثنين زينين، بس العراقي مميز اكثر بالمقبلات والتمن، انواع التمن اشكاله كثير يعني. اي بصراحه ان شاء الله. تعرف تستخدم مطفات الحريق؟ طبعا احسن عارف. ان شاء الله مشكور. احنا ننتقل اعزائي المشاهدين، ننتقل وياكم الى موقع اخر لاجراءات السلامه والفحص في احدى الفنادق في مدينه الكاظميه المقدسه. احنا عقيد حسام هسه راح نبدي بالمولدات، لانه هذه اخطر حاله موجوده فيما تخص الفنادق طبعا، يعني ناهيك عن غير مشاريع اهم فقره. تفضل. يعني اهم فقره هي عندنا المولدات، لانه احنا اغلب الحوادث تصير التوصيلات بين خزان الوقود وبين المولده. لازم تكون التوصيل مالتها من الحديد مو بلاستيك، لان البلاستيك في حاله لا سمح الله صار حادثه سنسمع وسوينا كارثه اضافيه. فمن يكون حديد مسيطرين على الوضع، إضافة إلى هذا الموضوع أنه تكون أكو مسافة بين الخزان الوقود وبين المولد. بس احنا نلاحظ أكو مسافة. أكو مسافة، هو المفروض يخليه فاصل بين خزان الوقود والمولدة، أنتم مخالين حاجز بيناتهم. لازم يكون بالضبط. إيه يعني هاي من ضمن التوصيات، باعتبار أنه احنا أول مرة جايكم أستاذ جلال. بارك الله بك، بالعكس المكان نظيف. التوصيلات مضبوطة، بقى عندك حتى المسافة بين الخزان وبين المولدة تمام، بقى بس الحاجز بين الخزان وبين المولد. المولدات المتواجدة يجب أن تكون في الأرض.
والتوصيلات هذا هو احنا بس لا يوم توصيل بس اكو فنادق قديمه ماخذه النظام القديم فراح تكون مكلفه عليهم انه راح يبدي ينزل المولدات وراح يبدي يسوي توصيلات جديده فهذه تكلف احنا قدر الامكان يحافظون على السيفتي مال الفندق مالته يخلون الحواجز ينظفون دائما اهم شيء التنظيف اهم شيء الادامه الارضيه الزيوت ما زيوت هذه كلها تسيطر سيطر يعني خلينا نقول بدايه السيفتي مال الفندق اي فندق هسه احنا نلاحظ اكو توصيلات حديد مضبوط هو هذا المضبوط هذا المطلوب بعض التوصيلات تكون يخلون بلاستيك طبعا هاي غلط ممنوع. احنا راسا اي راسا نكتبها انه راسا يبدلها ونطلع بالكشف الثاني ان نحاسبه في حاله انه ما مسوي التوصيلات حديد زين والخزان خزان الوقود خزان الوقود طبعا لازم حديد لازم حديد ما بيها كل مجال هذا احنا هذه ومن ضمن التوصيات اول ما يبدي المشروع اي مشروع يبدي بالبناء مالته نكتب بالتوصيات انه خزان الوقود يكون من الحديد حيث تم إجراء الكشف والفحص شملت الفنادق السياحية من قبل لجنة مختصة من الدفاع المدني لتحديد مدى توفير منظومات الإطفاء الرطبة الهوزريل والجافة ومطافئ الحريق وتوزيعها وفحص مدى صلاحيتها وتدريب العاملين على كيفية استخدامها داخل الفندق في حال اندلاع حادث حريق. سيد باعتبارها هاي منظومة الهوزريل هذه منظومة الهوزريل طبعا المفروض تكون في كل طابق من هذه المنظومة هذه كاملة بالضبط بس بالعكس هذه تكون بيها شهادة منشأ زين في كل طابق راح تكون موجودة هذه المنظومة منظومة الهوزريل باعتبار انه هي عملية باعتبار أنه طبعا أكيد أكيد هاي تعتبر حال الإسعافات الأولية قبل ما توصل فرق الأطفاء بالضبط هذه وهاي فضلا عن هذه باودر باودر هذه أي طبعا بالضبط طبعا هذه طبعا همينا نحتاجها من ضمن إجراءات السيفتي والنظام نظام الأمان زين هسه احنا داخل الطابق نسأل همينا تفضل سيدي تفضل كما تابعت اللجنة إجراءات السلامة والوقاية داخل غرف المنام للنزلاء من الزائرين وملاحظة وضع علامات الدلالة الإرشادية الخاصة بأبواب وسلالم الطوارئ الخارجية فيما دققت اللجنة بشهادات الفحص الهندسي للمصاعد الكهربائية داخل الفندق وإجراءات صيانتها الدورية من قبل شركات فنية متخصصة معتمدة لدى وزارة التخطيط وموثقة لدى مديرية الدفاع المدني في هذا المجال الفحص والصيانة للمصاعد الكهربائية يا شمس اليوم احنا هاي احدى الغرف احنا اجراءات السلامه من الغرفه في داخل الغرفه من الغرفه اول شيء كرت الغرفه هذا أي. من ترفع راح ورا 10 ثواني تطفى الغرفه الكهرباء نهائيا مبيه بس احنا ننتظر قال 10 دقائق لا مو دقائق ثواني اي تفصل عن الكهرباء مالتها اثنين عندها بيها متحسس وغلوب الدلاله الخارجيه مالتها هذا السيفتي مالتها الموجود داخل الغرفه ما عدا الايرث اللي مربوط لا سمح الله اي تماس كهربائي يطفى البورد الرئيسي يفصل معنا احنا عم يعطينا خبر انه مو طفى اكو تحسس بهذا المكان ابو علي هسه انا شفت هنا انه اكو غلايه يعني الموضوع بكهرباء اكيد على الكارت على الكارت يعني انا ايش دا اقول لك هذه تتحمل شوف الفتحه الصادق على اساس مالها هذه النقاط مال الكهرباء نوعيتها تكون جيده نوعيتها كل فاخر تركي المفروض هذا يعني بيها الدرجه الاولى خاصه بهذا مقاوم للحراره اللي يسمونه 15 امبير زين هذا وهذا يعني يتلبس بداخل النقطه الكهربائيه واضح مو خارجي مثل اللي عندنا بالبيوت العاديه العراقيه لا هذا يتلبسني هو خاص مالته يلبسه بالمكان مالته بعد ما يصير برخاوه حتى يسبب حريق او تعسس ابدا ابدا يا شمس الغوار يا عراق الرافدين انت وسط الغوار
الآباء للإباء نحن من شد النظام نحن من شد النظام. رسالتنا حمايتكم، هدفنا إنقاذكم. مشاهدينا في الختام نأمل أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة الدفاع المدني. شكرا لحسن المتابعة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان، مع تحيات كادر البرنامج.